قبل الفصل او قبل المداخله حضرتك اتكلمت على رمضان صبحي واتكلمت على اجابه الكابتن هاني سعيد بالنسبه للصفقه. رايك في الصفقه ايه؟ حدش يقدر يتكلم ان نادي بيراميدز حقق صفقه قويه جدا 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 من النادي الاهلي، خاصه ان ده ابن من ابناء النادي الاهلي، متربي من قطاع الناشئين من هو عنده 10 سنين. ان ورمضان صبحي لا الموضوع. طب ليه رمضان صبحي هيسيب الاهلي ويروح بيراميدز؟ تضحك ليه يا كابتن طارق؟ معلش يا كابتن، انا ما بقولش نكت يا كابتن، انا بسالك اسئله. ليه؟ بص يا كابتن، دلوقتي حضرتك نادي الاهلي ونادي بيراميدز، حضرتك قلت ابن من ابناء النادي الاهلي، راجل احترف في الدوري الانجليزي، راجل احسن لاعب في الدوري في بطوله افريقيا الاخيره مع كابتن شوقي غريب، لكن ان هو يختار يروح بيراميدز ويسيب النادي الاهلي، يسيب البطولات، يسيب اكيد حضرتك ليه تفسير بالنسبه استفادة لك. استفاده ماديه، ما هي الموضوع يا جماعه دلوقتي ما بقاش الاحتراف بقى مختلف عن ايام. خلينا بقى نتكلم على يعني بياخد كام في السنه، ممكن يكون اتعرض عليه كام في السنه. خلينا نتكلم في ارض الواقع شويه يا عمر ونحكي وهقول لك. حلو، خلينا نحكي. حلو، عشان برضو الناس تبقى يعني تستفاد من كلامنا ونقول الاحتراف زماننا وزمان غير دلوقتي. احنا زمان كان الانتماء بيغلب الاحتراف. الانتماء كان اقوى من الاحتراف. اقوى من الاحتراف، دلوقتي الاحتراف اقوى من الانتماء بالنسبه لناس كتير جدا. النهارده لما 1% من اللعيبه اللي موجوده النهارده هي اللي بتبقى على انديتها وتترك الحته الماديه شويه، 1% يعني الا ما رحم ربي قوي. يعني مثلا موقف واحد حصل قدامي اللي هو موقف طارق حامد، اتعرض علينا السنه اللي فاتت او اللي قبليها رقم كبير جدا من نادي البيراميدز عشان يروح من الزمالك لبيراميدز وهو رفض. طب وقال لك عرفت منين؟ ايه؟ عرفت منين؟ ازاي عرفت منين يعني؟ مش قصدي انا بسال حضرتك والله. ما ينفعش تسالني السؤال لا يعني ده يعني جاوبني بطريقه اعلاميه، قول لي مثلا ايه؟ كنت عرفت حد كلمني او انا كنت قاعد ليا مصادر مقربه عشان خاطر انا ابن نادي الزمالك. لا يعني بتكلم طارق حامد وبيراميدز، بيراميدز وطارق حامد الحاجات دي بتبقى سريه يا كابتن طارق. ازاي؟ كده بسال حضرتك. ازاي ده الموضوع اتنشر في مصر كلها. طب انت عرفت عن طريق حد قريب منك بالنسبه لطارق الرقم او اتعرض عليه كام او الحاجات دي كلها؟ لا عرفت، اتعرض عليه رقم كبير جدا 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 عن نادي الزمالك. لو هو كان بياخد في نادي الزمالك 7 مثلا على سبيل المثال، ماشي ماشي، هياخد دبل، ممكن هناك ياخد حوالي 15 او 20. وهو رفض. رفض وقعد. طب طارق حامد شايف ان حضرتك حاجه بالنسبه له دي كويسه ان هو يرفض ويبقى يوقف نادي الزمالك؟ انا وجهه نظري بالنسبه لطارق حامد. تمام. لان احنا قلنا ايه؟ انا قلت ايه من شويه؟ قلت الا ما رحم ربي. فطارق من الناس اللي ربنا اللي يعني بعدهم عن قصه الفلوس وقصه الانديه اللي ممكن يسيبوها. برافو عليك. تمام. هو شايف نفسه مع جمهور نادي الزمالك وان هو واخد وضعه وان هو حاجه كتير جدا جدا. الوضع بيختلف هنا عن رمضان حسب حسبته مختلفه. قال لك انا دلوقتي هروح نادي بيراميدز، العقد بتاعي مثلا لمده 5 سنين هيعدي 200 مليون جنيه. هيسيب 200 مليون مثلا، ربع مليار جنيه. طيب حط نفسك مكانه انت. انا حط نفسك مكانه. انا سرحت في الرقم، ربع مليار. يا لهوي على الاحلام اللي ممكن. اصل في كلام اتقال وبعض الناس بتقول، في ناس بعض الناس بتقول ان نفس العقد بتاع النادي الاهلي هو نفس عقد بيراميدز. رمضان مش مجنون عشان يسيب اسم النادي الاهلي. قصدي حضرتك نفس عقد الاهلي، نفس بيراميدز هو نفس عقد الاهلي. رمضان مش يعني مش لا، انا لو نفس عقد النادي الاهلي ورمضان ساب النادي الاهلي وراح البيراميدز، لا يبقى في حاجه غلط. يبقى في حاجه غلط في دماغه. انما رمضان ذكي جدا ولعيب كبير مش قليل على رغم صغر سنه، فاكيد 100% في استفاده ماديه. طبعا مستغرب من كلامي. فالناس بس اللي هي بتجيب بيقول لك العقود ومش العقود. ربنا يدينا يا كابتن. يا رب ويديناك احنا كمان. طب يا كابتن لو اتعرض عليك مبلغ زي ده وانت في نادي الزمالك ونادي بيراميدز، العصر غير العصر يا عمر. طب ما خلاص انا اتعرض ومش عايز اتكلم في الموضوع ده، وانت عارف وما سبناش وقعدنا، ما انت عارف كل حاجه. مش ندمان صح؟ ولا ندمان، ده خير، انا لحم اكتفي من خير نادي الزمالك. محترم يا كابتن طارق. ده حقيقه محترم. ومحدش يقدر ينكرها، واللي هينكرها يبقى جاحد. كنت هتبقى المدير